ام هو بلاير 1 فيرسس سناك ذا وينر البطل سناك سناك اخر وينر عندنا ايوه اخر وينر عندنا والله هو انا خليته جايزن يشترك في البطوله ببلاش فشغلت جايزه حلوه صراحه إيه اللي يطلع الاول يعني يستاهل ان هي مره ثانيه عشان الناس يبون يتحدونه يبون يفوزون عليه خليه ببلاش ايوه شيء يعني الجوائز بتزيد يمكن عقب ايوه شوف الماتش اب شوف الماتش اب باكمان فيرسس ليتل ماك وانت شفت هالماتش اب يوم انا تحديته إيه. شو كان رايك في الماتش اب؟ اتوقع لعبت الماتش اب عدل بس انا لعبت بس لا مستحيل ماجا مان ليتل ماك ضد ليتل ماك شيء مستحيل باكمان ضد ليتل ماك شيء مستحيل حق ليتل ماك لان سناك يعرف كيف الماتش اب ضده انا اقول لك انت لعبت شويه بتلعب احسن من اتوقعها لان الماتش اب وايد صعب اللي هاي ايوه وايد هي يوم يحط الترامبولين بعد على الستيج يوم ليتل ماك ينقز فجاه شيء تعرف يطير ولا شيء خاصه لو باكمان لعيب انا اشوف الماتش اب وايد صعب ليتل ماك وايد صعب كل زونك هاي ترى هاي هي ترى هاي حتى بعد سناك بيتم يلعب البروجكتايل فخلينا نشوف الحين الماتش اب الحين اي بي ام فيرسس سماش كل شيء يسوي فيها سناك هي والله هاي ليتل ماك ترى هي بعد معروف انه ليتل ماك كومباك ايوه فعادي انك شوف مثل ما قلت الحين بيبدا شوف والله هالستايل يهلك يعني تم يسوي جاب حق ترامبولين يعني صراحه ليتل ماك جامد انا احب ليتل ماك جامد زين فانا اسف اي واز ا بيت بايست زين اوه الجراب صراحه الجراب مال باكمان من اخس جرابس في اللعبه كلها صراحه بس سوى له باف اتوقع فيه اظن في باف اظن في باف انا اشوفه اسرع اول ما نزلت قبل كانت مو قبل حتى بعد الحين رينجا اوكي شويه ف حاول يمسكها شوف ياب الكي او اي ادري حاول يمسكها ويكمل عليه بكومبو بس انه ما سواها كما قلنا خوز الكي او خلينا نشوف بيسوي له انا احس انه بيسوي له جيب مرتين ما اعرف ليش انا بس احس انه بيسوي له جيب مرتين الحين سناك ف سناك يحاول يسوي زونينج يسوي زونينج بالبروجكتايلز بس ليتل ماك يدخل بالمرصاد زين فخلنا نشوف كان هني مشكله انت هو اظن استعير شوي في الجمب ماله استعير مستعمل الجمب صح هي استعمل الجمب ترى وهو برع السكرين فاظن لو تريه شوي كان احسن له هالزونك اللي انا خبرتك عنه انه يسوي ترامبولين عقب يحط قدامه هال مطاره مي زين انا اقول عيب على اي 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 انت يا رب واحد يلعب ليتل ماك احترم لا تنصح زين فا اوكي انا اشوف باكمان عامل ليتل ماك اوه جيب المفتاح وين برا جوتم زين قاريم وين عبدو خلي يقول قاريم زين اوه نايس اب سماش نايس اب سماش الحين بنشوف فيه كومباك ولا لا لان انا اشوف ليتل ماك بعد قريب يبل كي او قريب يبل كي او بعد خلينا نشوفه سواله خلاص سناك انا قلت لك ان سناك عادي ينهي المباراه بالسايد شو اسمه بالسايد بالفورورد زين فحين نحن حصلنا مساعده هنا واحد بيساعدنا في البراكتس حاليا فخلينا نرد هنا البراكتس حاليا ابولو بيتحدى مستر 7 بعد هالجيم ما نبدا اللوزرز قبل الوينرز والله اللوزرز لانه بعده ما كملوا اوكي هي فحين الحين بيكملون الوينرز بيكملون وينرز اوكي حلو الحين ابولو بيلعب شاشه ثانيه ابولو اوكي الحين زين وخلي نشوف هذا مستر 7 اوكي ابولو مستر 7 زين ليتل ماك ضد ميجا مان وهو مصر يتم على ليتل ماك صراحه انا اهنيه على هالشيء سناك يغير اللعيبه فا كونفيوز ترى سناك يعرف الماتش اب سناك يعرف الماتش اب ضد الكاركترات فهاي هي يعني ف خلينا نشوف الحين كيف بيكون الماتش اب هذا بعد صعب على ليتل ماك
ايوه لان معروف ميجا مان يعني بكبره بروجكتايل حتى الجاب ماله بروجكتايل فيرمي يسوي سبيسنج بسهوله. السوبر ارمر اظن يفرق. السوبر ارمر يفرق هي بس انه مشكله انت كيف بتوصل له دام ضربات البروجكتايل. انا ليتل ماك مجددا اي بي حاليا هي انا هي بس انه عادي يعني خلينا نشوف المباراه نشوف المباراه احسن انا ليتل ماك از انبريدكتبل بس انه بعد اذا واحد يسوي لك جيمب ولا شيء يتوهق ترى بعد. اوكي هي اكيد وعقب هالمباراه ان شاء الله عندنا بريك صلاه لمده ربع ساعه فخلينا نكمل نشوف الحين كي او بيستغل الكي او قبل ما يخسر ولا الجيمب 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 او والله حلو 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 رجع بطريقه حلوه بس خسر الكي او ما تشوف انا استعمل الكاونتر وايد يعني تعرف انه على الاقل يسوي ريد يكون هذا الاج يسوي داون سماش اوكي زين فحاليا نحن بنوقف البطوله لمده ربع ساعه بعدها المباراه ان شاء الله خلينا نشوف الحين منو بيفوز اول شيء انا اشوف لتماك من جدم والله ف شيء عجيب الماتش عدل صراحه هي صراحه انا اشوفه يلعب عدل او باكير 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 مالته خايسه صراحه باكير ف انت تعرف ان انا شفت اونلاين مره واحد يسوي بونش حق لتماك بالكلب باي كلب الكلب مال ميجا مان ايه الكلب فنش فيه؟ ايه يعني نسوى سايد بي عقب دق الكلب يعني نقازيه الكلب كان يطيح برا استغفر الله والله خيب يعني ما سبيت انا ياسا اقول لك شو الروبوت دوك زي المهم فالحين اوه والله سناك جلب الجيم صراحه فالحين شو انا بعد ايفن 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 الحين عندك كي او بتشوف اذا استغل الكي او اذا اوه ما عنده جاب ما عنده جاب ما عنده جاب انتهت المباراه بفوز سناك 2-0 سناك 1-2-0 ف ما عليه ما عليه ما عليه اوكي اهنيك صراحه اهنيك اي بي ام اهنيك على شو اسمه فحين ما تشوف اي بي ام دخل اللوزرز براكت حاليا فمستر البح حاليا بنسير نحن بريك صلاة وبنشوفكم عقب الصلاة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلق يا رب يلا يا ابو علي يلا